المهم هاد الفيديو درتو كامل على واحد النقطه، حيت كنشوف بزاف ديال الدراري كيخدموا بطريقه خاطئه، الكوع القدام والدفع، هذه هي النقطه اللي غدير في البال في هاد الفيديو. اما المعلومات الاخرين ديجا قلتهم في الفلوقات السابقه. I'm not lifting. I'm not sweating. I'm building. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عواشركم بروكا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو الصدر. أغلبية كيعاني من ضعف ديالو. قبل ما تبدا تفكر تطور العضلة ديال الصدر، خصك تعرف كيفاش شادة في جسم الإنسان وش من اتجاه باش نعرفوا شنو هو الوضعية ديال الكوع وشنو هي القبضة، باش يوقع واحد الانبساط وواحد الانقباض قوي وكامل. عضلة الصدر ماشي عضلة واحدة ولا ثلاثة، ديكلاين والانكلاين والبلا، هي عضلتين، عضلة كبرى وصغرى، بيكتورالز ميجر اند مينر. كاينين تمارين اللي كتخدم انكلاين ديكلاين بلا، ولكن عضلتين. هذه اللي كتشوف القدام اللي باينة وخارجة هي عضلة كبرى، لكن واحد العضلة صغرى تحت منها حتى هي كتساهم في السمك وكتساهم في العرض. العضلة الكبرى شادة من 6 ديال الأضلاع وغادية في اتجاه ديال الكتف وكيتشدوا كاملين في الوتر ديال الكتف. إذن خص اليدين يكونوا واسعين وما غيكونوش الكوع الأمام بحال هنايا، كتعزل العضلة ديال الصدر وخدام غير التريسيبس. ركز لي على هاد النقطة، ما تجيبش يديك القدام، الكوع ما يجيش القدام بهاد الطريقة. جربها وحس بالانقباض ديال الألياف الجهة ديال الكتاف. التمارين ديال البوش سواء البنش بريس مستوي او بنش بريس انكلاين او دمبل بريس مستوي او انكلاين، هادو تمارين كاملين ديال السمك، كتزيد السمك كتخلي الصدر بومبي، لكن خص الطريقه ديال الدفع تكون خصها تكون مثاليه. ما خصنيش نعمر الاثقال بزاف وباش نبقى نضرب بكتافي، يعني خص ديما تخلي الصدر سابق شي شويه وتبقى تطلع وتدفع بصدرك. اغلبيه كيزيدوا الاوزان ومن بعد كيغشوا غير بينه وبين راسه باش يطلعها باش تخدم الصدر 100%. هاد البلايصه هادي من حتى لهنا خص تطلعها نتايا، ماشي تبقى تبومبي في صدرك. خص تضبط النفس ديالك وخصك تعرف النفس ديالك، الحد فين كتطلع لبرا غيكون النفس خوا، يعني ما تحاولش تخويه دغيا وغيتسالى لك الجهد، يعني النفس شوية بشوية كتشد النفس هنايا وكتطلع، كيعاونك باش تدفع. أغلبية مرسخلو في الدماغ بأن الصدر راه كيطلع بالأثقال وغادي مركز غير على الأثقال وكينسى الإتقان، وخاصو يدفع الأثقال بأي ثمن ولو في سبيل الغش. أنت نعطيك على سبيل المثال غير تراكسيون بومباج، واش شي واحد ما تيحسش بالبومب وبأنه خادم العضلة؟ لأن ما كاينش هنا الأوزان وكيحاول يوصل الخدمة العضلة بأي ثمن. هنا باش نعرفوا بأن ثلاثة ديال الشروط خاصهم في العضلة باش تكبر، خاصة الصدر، الفشل العضلي، يعني كتلعب حتى الفشل العضلي، الإتقان في الريبيتيسيون في الحركة، والتركيز مهم جدا. ماشي غنجي لاصال غنبقى نعمر نعمر نعمر، السيري الأولى مشات في الإحماء، السيري الثانية مشات في نجرب، السيري الأخرى خصني نجرب الثقل، كيمشيو ليك التمرين ولا تمرينين غير في الخوا الخاوي. التنويع في التمارين ضرورية، التمارين ديال البنش بريس والدمبل بريس والديبس، تمارين الدفع اللي خدام السمك، وتمارين السحب
ولا تمارين ديال الفلاي اللي خدامه العرض. تمارين الفلاي بالماشين، الفلاي بالدامبل، الفلاي بالكابل، هادو تمارين ديال العرض ودخل معهم حتى البولوفر. خط الوسط والديكلاين خص يكون عندك السمك وتكون عندك النشافة. راه ما كاينش شي تمرين خدام الديكلاين وما كاينش شي تمرين خدام الخط الوسط الا بتوفر السمك والنشافة. نقطة اخرى اللي ضرورية جدا، ما خصش تخلي الوزن يتحكم فيك، او بعبارة اخرى نيجاتيف، هبط البارة بشوية وطلعها بشوية باش يكون واحد الانقباض قوي وباش تمزق اكبر عدد ممكن من الالياف والمدة طويلة. بهذه الطريقة غيكبر لك الصدر. راه ما كيهمش شحال درتي من ريبيتيسيون، الا خدمتي التكرار بالاتقان وبالنيجاتيف، لان التكرارات ما كيتحسبوش بالعدات، كيتحسبوا بالوقت. وشحال ما كانت التكرار طويله كتمزق دوك الالياف. سنين وانا كنحس بواحد الضعف في الصدر. علاش ما غيكونش عندي صدر عريض وبومبي؟ كنت سأل واش بالتكرارات واش نسبق الانكلاين ولا الديكلاين، ولا واش نهبط واش نزيد الاثقال، واش بزاف ديال المدارس وبزاف ديال المعلومات. من بعد والله الا اكتشفت بانه غير الطريقه ديال الكوع والطريقه ديال الدفع. تمرين ديال الفلاي نعتبروه تمرين سحب، يعني كتسحب البيك ديك، سحب الفلاي بالماشين، سحب البوليه، سحب البولوفير، سحب. بزاف اللي كيوقعوا في الاغلاط في هذا التمرين هذا، كيخليو هنا 90 درجه، ما غتخدمش العرض هنايا، غتخدم السوم بحال اللي كتدفع. هنا كيولي من السحب الى الدفع، كلا الحركتين صحيحه، لكن هذه كتخدم السوم والفلاي ماشي ب 90 درجه، كتخدم العرض السحب. بزاف اللي كيوقعوا في الاغلاط في هذا التمرين هذا، ملي كيهبطوا الدامبل باش يتجبد الميسكل، هنا كتريح العضله، ما خصكش تهبط مزيان، نخليوها دائمه الانقباض. هبط لهذا الحد في النيفو ديال الكتاف، النيفو ديال الصدر، وتوقفها واحد السيكوند، جوج ديال السيكوند، طلع بصدرك ديما الصدر للامام. أغلبية ديال الدراري كيسولوا واش نترين العضلة مرة ولا مرتين، شنو كيحتاج العضلة باش تكبر، واش مرتين ولا ثلاثة ولا. ماشي أنا اللي غنقول لك شحال غتريني من مرة، وإنما غيحدوا النظام الغذائي ديالك، الماكروز ديال البروتين، والنوم ديالك، بين قوسين درجة الاستشفاء العضلي ديالك ديال العضلة ديال الصدر. يكون عندك النوم، يكون عندك نظام غذائي متكامل، بروتين، فيتامينات، كربوهيدرات، ومن ثم غنعرف شحال خاصها من تمرينه في الاسبوع. سؤال اخر كيجي، واش غنعتمد على التمارين ديال العزل، تمارين الايزولاسيون ولا التمارين الاساسيه؟ انت الا كنت رقيق وباغي تبروفيتي الكتف والحجم ككل، اعطي الجهد اكثر التمارين الاساسيه، تمارين ديال الدفع بالبارة، ديفلوبي كوشي، دامبل بريس، الديبس، لا بار بلا، لا بار انكلاين. يعني غتعتمد اكثر على التمارين الاساسيه باش تكسب هات العضله ديال الصدر وتبروفيتي مع الكتف الامامي والترايسيبس. اما الا كان عندك الكتف ديجا كبار والتريسيبس كبيره و
وباغي كتقلب على التناسق، باغي تكبر غير الصدر، غتعتمد على التمارين الايزولاسيون، خاصه الفلاي بالكابل ولا الماشين ولا الدامبل، وخاصه الا كنتي باغي تدخل على بطوله، لان التناسق مهم. ان شاء الله تكون استفدتي بهذا الفيديو، ما تنساش جيم والاشتراك وتبارطاجي باش تشجعنا نكملوا ان شاء الله. ديرها في البالها ورد عليا في لي كومونتير. اما ديك الهضره ديال الا كتهبط كتقيس الصدار الكتاف، خلينا من الهضره الخاويه. في التمارين ديال الانكلاين ما تقدرش اصلا تهبط لبرا، لان كتوشي الكتاف وكتضر بالكتاف.